شكرا أولا لكم ومخيركم الطاقم الصحفي اللي واكب بالأمس للجولة اللي قامت بها الأم المديني بكل من إدارة رئاسة النيابة العامة وإدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإدارة السلطة القضائية. يعني هذه المبادرة اللي دارت الأم ديالو هي بطبيعة الحال مبادرة إنسانية، هذا وليدها وهذه هي أم ومن حقها تبقى للدستور والقانون والشرع باش تلجأ لهذه المؤسسات. ولا لاحظتي ولما جات عندنا جابت لنا هذيك التظلمات اللي تقدمت بها باش ان نعرضها انا باعتباري منسق هيئة الدفاع على زملائي الاستاذ حجي والاستاذ الهيني والاستاذ السناوي اللي بطبيعه الحال غادي نجتمعوا في اقرب فرصه باش ندولوا في هذه الامور وغادي ناخذوا فيها المتعين. وان شاء الله احنا املنا كبير فإن المؤسسات الوسائطية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية غادي يعني يعملوا ما أمكن باش يكون الإنصاف والعدل وقيم المساواة وسيادة القانون والمسؤولية والمحاسبة غادة تكون، لأنه ما تعرض له هذا السيد كان واحد الظلم وكان واحد الأمر جائر في حقه في حق هذه الام هذه والاسره ديالها. طيب المساطر يعني اللي غادي يتبعوا الخلاصات ديال هذه الشكايات بطبيعه الحال لاحظتي هو اولا الام يعني كانت عندها واحد الحرص تكلم غير على الملف الثاني ماشي الملف الاول، وهي من الناحيه المنطقيه والقانونيه واخا حنا تنعتبروا هذاك الملف الثاني حتى هو فيه امور ماشي هي هذيك، ولكن كاين ضحايا. هذا الملف هذا ما كاين فيه حتى شي ضحيه، كاين اللي تقدموا شكايه هما دوك الجمعيات اللي ما عندها لا صفه لا قانون اساسي ولا والو، وراه بان شكون اللي محركهم وضيور غادي يكون بعض منهم موضوع مساطر قضائيه في المستقبل سويت لهذا الشيء دابا اللي كيداول في لي سوشيال ميديا. حنا جايين ليهم يعني بالقانون وبما يخوله لنا القانون، مثلا نقول جايين ماشي كان بحال اللي قال بعض منهم ظلما وعدوانا واتهم بالباطل المؤسسه الامنيه بان اضافت بعض الامر، والله يجازيهم بخير كما قال هو، ولكن حنايا غادي نمشيو مع هذا السيد هذا بالخصوص واللي كانوا معاه واللي عاونوه واللي ساهموا معاه واللي هذا الشيء كيتنشر الان في الاعلام، غنمشيو معاهم بالقانون وبالمساطر القضائيه وفي الاحترام التام للسلطه القضائيه ولكل مؤسسات البلاد. اش نتنشر في الاعلام؟ الاعلام اولا بعدا هذا السيد امام الملأ كيقول انه استمعت للشرطه القضائيه في الملف الشكايه وتيتواصل مع شي وحده بالهاتف وتيقول يا ودي الله يجازيهم بخير زادوا من عندهم. انا 28 عام الحرفه ما عمرني سمعت بان شي ضابط شرطه قضائيه زاد من عنده، والا كيحط راسو في واحد الموقف خارج نطاق القانون. ثانيا ما تعرفه المديريه العامه للامن الوطني من التجويد اللي مرفقها وفقا لتعليمات السيد المدير العام السي عبد اللطيف الحموشي وانخراطه التام في سياده حقوق ثقافه حقوق الانسان بهذا المرفق، لا اظن ان ذاك الكلام صحيح ديال ذاك السيد، وذاك الكلام ديال هذاك السيد تجاه الضابطه القضائيه هو جريمه. حنايا لن نسمح بذلك، لان المؤسسه الامنيه ماشي غير ديالو هو، ديال كافه المغاربه ديالنا حنا، وحتى حنا كتجينا غير عليها، وخاصه في هذه الظروف اللي كتعرف هذه المتغيرات وكتعرف تعميق دوله الحق والقانون. حنا ما غنسمحوش ليه ولا لغيره باش يدير هذاك العمل، بالاضافه الى انه الناس تكلمت على اسماء
تدولت بشكل كبير والنيابه العامه بقات مكشوفه الايدي. وهذا كيطرح سؤال غريب، علاش السيد وكيل الملك بمراكش ما حطيتيش يديك على هذه المسائل هذه؟ طيب. سواء في القضيه ديال تسريب الاحكام اللي تسمت، او في القضيه ديال الاسماء اللي تعطات بانها هكيفاش وهكيفاش، وهي من قامت بالتلفيق وبالتزوير في ديك المسوده اللي اصلا ما خرجتش. وهل فعلا المديمي طالبكم يعني باش ان المحاكمه ما تبقاش في مراكش تكون في مدينه اخرى؟ احنا المديمي ما عمرو طلبها منا صراحه، وحنايا عاوتاني ما يمكنش نشدو كل البيض ونوضعوه في سله واحده. اذا كان احنا في الجسم القضائي هنالك قضاة افاضل ومستشارين افاضل، اذا كان القضاء على مستوى المرحله الابتدائيه في الملف الاول والثاني لم يوصف المديمي، احنا عندنا امل كبير في انه القضاء على مستوى مرحله الاستئناف بمراكش غادي يرجع الامور الى نصابها. عندنا ثقه في الهيئه القضائيه، نقدرهم نحترمهم لمسارهم القضائي كما كنا كنحترم حتى القاضي الابتدائي، ولكن لم يكن عادلا ولم يكن منصفا، وكانوا في احكامهم جائرين، وكان واحد الحكم قاسي جدا، قاسي 4 سنوات، والسيد كيقول انا ملكي وانا مع الصحراء وانا بنحصل من الجيش، والحكم تنشر في 7 ديال العشيه كيقولوا انا كنقول لهم لا هادشي كذوب. لا لا مايمكنش، واش حنا كراكيز؟ حنا زايدين؟ راه عيب هادشي، راه يسيء للبلد والوطن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.